بعت فيديو لياسر الأستاذ ياسر زايد وقبلني في الكاستينج. أنت في العادة تعرف تغني منا؟ أي الحمد لله نعرف. أي منين جيت؟ من العائلة ولا قريت موسيقى ولا في الليسي؟ لا لا وحدي. شنو وحدة؟ كنتي في الكوجينة منا؟ بالعائلة. أي اي باش اي باش بديت يعني وقت اللي اكتشفت صوت قلوش؟ والله جيت عملت دي كوفر نهبط فيهم على شين يوتيوب. مثلا ترى ايش قلت مثلا اول اغنية هبطتها على شين يوتيوب؟ اغنية كارول سماحة اللي تقول انا قلبي ليه حاسس قوي بالشكل ده، هو الهوى بيعلي احساسنا كده، صدقني خلاص ده ان انا حبيت الوقت و جتام لارا فابيا. يعني باهي نسمعوا جتام شويه وبعدين يعطينا حاجه انجليزي هكا نولوا عربي فرنساوي انجليزي. وغنيت سيليندو هات سيليندو يلا. كومبري تو لي ما جي بيان كومبري بارتي وزنا بنوفا جي كانتي باريسي. Que les choses aient changé, que le feu ait fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant, que c'est tout à pilas, les amours séparent, il faut que tu saches. حلو 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 هذاك الصحه يا اسمع يعطيك الصحه عايشك وحتم انا راني سمعتها اسمع لا انا اول مره لا انا سمعتها والمستمعين اول مره انا سمعتها وصوتها فيها كرقه ويتلون معناها كي هك سمعتها في دو ستيل معناها ديفيرون معناها انا من الناس نشجعها وبخلاف انه صوت حلو فيه حنيه وانه متخلقه معناها هذه اللي حكينا فيه قبليك حتى نفس الشيء محمد معناها هما دي جون معناها سيكي سور معناها فما الجير نتاعك اللوتراك مازالوا بادين فهمت لكن كما قلت هو راهو حلو الانسان معناها نفقدوا طول الاخلاق وتربي انا نشجع يلزم لكن هالمجال هذا يلزم ما نقولش مش انسان مش مطرب لكن يلزم فما جراه ويغامر وبلغتنا احنا يصدم لانه كم شو قد الجانب هذاك في حاشم وخايف وقتاني باش تفوت الوقت والاعوام فيزم وتوكل على الله معناها هذه حكيته ما ديما نحكي والله ديما نحكي مع لي جون شانتور معناها بشويه الاكسبيريانس نقول له شو سي فري الميدان صعيب يلزموا انتاج يلزموا صبر يلزموا لكن انا نقول دائما ما تخسر شيء جرب وتوكل على الله وانتج معناها وجودنا معناها لهنا تو سؤال خطير تو سؤال خطير السياسر يعني تو احنا سمعنا الصوت نتاع اسماء والجمهور التونسي ما بعثت لي في نفس اليوم ردت عليها قلت لها انت معي احنا سمعنا في الاستوديو والجمهور سمع جمهور الاذاعه الوطنيه التونسيه وانت سمعت معنا المره الثانيه الثالثه الرابعه يعني سمعت صوتها توا مسؤوليتك انت شنو هي الاغنيه اللي باش تعطيها لها في الالبوم الثاني في انا لون باش تحطها عربي انجليزي فرنساوي اسكوب كما قال هو ينفع البوم عرب زايد يبقى حاجه غير العربي لا ما ينفعش ولكن اللون العربي هي قالت لنا جزء من كارول سماحة ولكن تصور انا صوتها يركب على برشا اشياء برشا الوان حلوه برشا الكره عندك انت اخترت ولا ما زلت حاير احنا اخترنا لها اغنيه بالشعر تمام وحسيت ان هي ممكن تغني في اغنيه احسن من كده نختار لها اغنيه ثانيه مش عايزه اتسرع مع اسماء اسماء محتاجه كمان تريننج ده احنا بنتولاه برضو يعني ولو احتاجت تيجي مصر نعمل لها تريننج فوكاليز والكلام ده كله يبقى حاسس انها تبقى جاهزه ما عنديش اي مشكله برضو بدون اي تعاقد ان شاء الله اسمع هتصدمكم وانا براهن على البنت
عايشك يا سيد ياسر. عايشك. عايشك يا سيد. بي شو عملت باش طورت ملكيتك الموسيقية؟ قريت موسيقى قلت لي بعد الكوجينة هكا. أي قريت موسيقى شاركت في الكاستينج. عندك فيديو سيد ياسر إيه؟ عندك فيديو ايه؟ سمعت حاجة يعني ارسلت لك الفيديو هي تغني بالكوجينة؟ لا يا الفيديو اللي ارسلته انت وانت هو راهو الكوجينة اللي هو المطبخ هو اللي يعرف راهو ياسر ولا تونسي يعرف ليش تونسي هو سبحان الله المطبخ الكوجينة احنا عندها تسلطينة خاصة اكيد ليش كيفاش معناها مع حسك المعون فهمني تولي تحس اوركستر هذاك امهاتنا الكبار الاقراء ولا شيء كانوا يكتبوا في الشعر ويقولوه ويغنوه بالصوت وهم في الكوجينه وقت الدندينه وقت الدندينه هذاك فهمني اي معناتها الفن يقصر الوقت يوسع البال تولي حتى كي باش تطيب العشاء ويدندن تغني يجي مفوح العشاء يجيبني ينسى القضيه هكا ولا اسمع اي كتبت ما يتعدى بالحق اما يكون ركز على الدود دخل صديق المقام صديق المقام حاتم بربي نحب نشكر الأستاذ محمد الجبالي على نصايحه راهو ديما يعني ينصح فينا انا واحده من الناس ينصحني اي حاجه نعملها نرجع للأستاذ محمد الجبالي خويا ونعز ياسر وراه ياسر متواضع ما كنتش متخيله هكا لا 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 كنت محمد كيفاش تخيلني محمد عبوس الخمطريره خشمك مشهورين لا لا شو اسمع التواضع اهم شيء وذيك زاد من الحاجات المهمه للفنان اعوذ بالله من ما فهمش علاش الفنان مش غريب والله الناس تعرف انت حاتم اسمع غير ولا اسمع غيرها لا انا لانه مريت المرحله هذه ونحس لانه مريت منها انا جون شونتور هكا نحب نغني نحب نوصل صوتي نحب نعرف كيفاش وشني ومن واجب هذا وما نبخلش به معناها باش نحس باش ننصح انسان مغروم في الوسط هذا ماهوش معناها شويه الاكسبيرينس ومازال نتعلموا راه كي نقول انا هكا اما المرحله هما توا فيها وربي يوفقنا ربي ينجح تعديت منها ف جولي فيها فيك ان كرون بليزير يسبتو نحسوا مغروم ساعات فما سكون يسال اما كيفاش نعمل شنو هي الاغنيه شنو هي الثنيه شنو هي الطريقه معناها هذا واجبي هذا واجبي محمد انت معروف عنك الشيء هذا ومديت ايدك البرشة برشا اصوات شابه ومازلت قاعد اني كملتها وحدك مازلت على ذكر مازلت من خلال في سواء في حياتي معناها العاديه وسورتو تو من خلال الاكاديميه